بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة بريب 3، هنكمل سوا كلامنا في يونت 3 عن اليونيفيرس وازاي حصل اليونيفيرس ده. ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتتابعونا كمان على التليجرام وعلى الفيسبوك، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس صندوق الوصف تحت الفيديو. ياريت كمان لو استفدتم من القناة تنشروها وتعرفوا بيها كل الناس، وياريت لو فرحتوني بلايك وكومنت على الفيديو. يلا نكمل كلامنا في يونت 3. كنا اتكلمنا البارت اللي فات ان هو ايه هو اليونيفيرس اصلا وفي ايه، وعرفنا ان في حاجات كبيرة قوي اسمها جالاكسيز وحاجات اكبر اسمها جالاكسي كلاستر، وعرفنا ان عشان الحاجات دي الديستانس ما بينهم كبيرة قوي فطلعنا يونت جديدة تقيس الديستانس دي اسمها لايت يير. النهاردة هنبدأ نتكلم في حدوتة تانية. اليونيفيرس اللي احنا بنتكلم عنه ده احنا قلنا ان هو في حالة continuous expansion. يعني ايه بقى expansion؟ يعني قالك هنعمل experiment صغنونة كده، نجيب عجينة ونعمل بكل مكونات العجينة. بقى اسأل ماما كده العجينة بتحط فيها ايه، وبعد ما ماما تعمل لك العجينة دي ومحطط فيها شوية ريزن زبيب، يعني ما عنديش زبيب يا ميس، حطي فيها شوية مسامير او شوية دبابيس، وقيس الديستانس ما بين كل دبوسين او كل مسمارين او كل اتنين زبيب من اللي انت عملتهم دي، وسجل الديستانس دي، وسيب الخميرة دي يحصل لها فيرمنتيشن، يحصل لها انها تتخمر يعني، وشوف الديستانس دي، هتلاقي الديستانس ما بقتش زي الاول. يعني لو الحتة دي مثلا كانت 1 سنتيمتر، بعد شوية ما بقتش 1 خالص. لا يا ميس انا مش عارف اعمل الحدوتة دي. هقولك على حاجة تانية، هات بالونه كده مش منفوخه وبالقلم الفلوماستر وحط عليها نقط، حط النقط دي كلها مثلا جنب بعض بريت معين، انت تبقى عارف مثلا المسافه ما بينهم قد عقله مثلا من صباعك، وبعدين انفخ البالونه دي. هتلاقي اللي حصل ايه؟ هتلاقي اللي حصل ان الديستانس ما بين النقط دي كبرت. هو ده يعرفك فكره الاكسبانشن اوف ذا يونيفرس. اليونيفيرس بتاعنا اللي احنا عايشين فيه ده موجود في حالة continuous separation between الجالاكسي. اهي كل نقطة من اللي احنا حطناهم على البالونة، او كل واحدة ريزن او كل واحدة نيل من اللي حطناهم في العجينة دي عبارة عن جالاكسي، بتعبر عن الجالاكسي. حصل ايه؟ حصل separation ما بين الجالاكسيز ده في السبيس نتيجة الريجولر موفمنت بتاعتهم. هما بيتحركوا سوا بنفس الريت، بنفس الريجولر موفمنت دي، فخلى الديستانس ما بينهم وبين بعضيهم تبعد. ده اللي بيعرفنا ان انا مثلا لو قست النهارده الديستانس ما بين الستار دي والستار دي، ايا كان بقى ستار A وستار B، وطلعت رقم. لو انا جيت، بس مش هقولك بقى اسهلي بكرة او بعده، لا ده انا هقولك بعد مليون سنة، يعني سيب خبر كده لحد اصحابنا بعد مليون سنة يقيسوا الديستانس دي، مش هتلاقيها نفس الرقم. ليه؟ علشان حدوتة الاكسبانشن بتاعت اليونيفيرسيتي. طيب نرجع تاني لحدوتة العجينة بتاعتنا دي ونشوف مين ريسامبل مين او مين ريبريزنت مين. قالك السوالينج بتاع الدعوت دي، النفشة او الفيرمنتيشن اللي حصل في العجينة دي هي اللي represent الـ expansion of the universe، والseparation ما بين الريزن وبعضه أو ما بين النيل وبعضه ده represent separation بتاع الجالاكسيز وبعضها في الـ universe. الديستانس دي لما زادت ما بين الريزن والتانية أو ما بين النيل والتاني، ده معناه إن حصل فعلاً continuous expansion في اليونيفيرس. الحتة دي زي ما هي كده بتجيلنا على شكل match او تجيلنا على شكل complete. يقولك مثلا separation of the reason represent نقط وانت تكمل. طيب احنا فهمنا كده الحدوتة مين represent مين او مين means ايه. طيب نكمل كلامنا ونشوف بقى الاوريجين بتاع اليونيفيرس اللي هو الهدف الاساسي اللي احنا بنتكلم في الليسون ده عنه. احنا خلاص عرفنا يعني ايه اليونيفيرس، ووصلنا لفكرة ان اليونيفيرس ده مش قاعد ساكت، ده في حالة continuous separation، فده اداني الاكسبانشن بتاعه. انا عايز اعرف ايه الاوريجن بتاع اليونيفيرس. اليونيفيرس ده اصلا اول ما بدأ الخلق اتخلق ازاي؟ اليونيفيرس ده حصل ازاي؟ طبعا اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي
theories. يعني ايه theory؟ يعني نظرية. اصل مفيش حد كان موجود علشان يحكي لنا الكلام حصل ازاي. احنا كل اللي بنشوفه ان الساينتست بيشوفوا حاجات موجودة دلوقتي فيقولوا اه يبقى هو ده اللي حصل زمان، حصل زمان زي ما حصل دلوقتي، لكن ما كانش حد موجود علشان يحكي لنا اليونيفيرس بالظبط اتخلق ازاي. طيب هنتكلم في الليسون ده عن شوية ثيوريز كده، بس لازم نفرق بينهم. انا عندي الثيوري الاولانية اللي هنتكلم عنها النهاردة، هي الثيوري اللي بتحكي لنا الاوريجين بتاع اليونيفيرس، بتاع اليونيفيرس كله على بعضه، كل الجالاكسيز بكل الستار بالارث بتاعتنا بكل حاجة. وفي جروب تانية من الثيوري هتتكلم لي عن الاوريجين بتاع السولر سيستم بتاعنا بس. فلازم نفرق، اليونيفيرس هي ثيوري واحدة بس اسمها بيج بانج ثيوري، واظن باينة من اسمها بيج بانج يعني فيه بيج او ماسيف بانج حصل، في اكسبلوجن فظيع حصلت. الثيوري دي بتحكي لنا في ايه؟ بتحكي وبتقول ان اليونيفيرس ده كله على بعضه كده من اوله لاخره كان عبارة عن سمول جازياس بول، عبارة عن بول كده صغننة من الجازس، بس ليها شوية بروبرتيز مهمة قوي، فيها هاي بريجر، وده دليل ان هي مليانة حاجات بس مزنوقة جوه، من كتر ما الحاجات دي مزنوقة في مكان صغير علشان تبقى سمول بول كده فبقى فيها هاي بريجر، وطبيعي جدا هاي تمبريتشر، الدنيا زحمة جوه فنلاقي تمبريتشر عالية جدا، بدليل ان احنا قايلين ان هيحصل فيها بانج، هيحصل اكسبلوجن، واكيد سمول فوليوم. ما هو السمول فوليوم ده هو اللي خلق لي البريجر العالي ده. البريجر ده حبايبي اللي هو الضغط، زي كده لما تملى بالونه تقعد تنفخ في البالونه هي تفضل مستحملك مستحملك مستحملك، وبعدين لما تنفخ عند ليميت معين يبقى البريجر فيها جوه الجدار بتاع الانبوبه او بتاع البالونه مش قادر يستحمله تقوم فرقع. اهو اللي انت عملته جوه ده انت زودت البريجر، اهي الجازياس بول اللي كان اصلها اليونيفيرس كانت عبارة عن سمول في السايز، صغننة بس جواها حاجات كتير قوي، فالبريجر بتاعها عالي وكمان التمبريتشر عالية. حصل ايه؟ حصل ماسيف اكسبلوجن، بيج اكسبلوجن، هيوج اكسبلوجن. حصل في البول ده الكلام ده من كام سنة؟ من 15,000 مليون years. يا ميس طب في رقم تاني مكتوب في الكتاب اللي هو 1933، ده ملناش دعوة بيه، ده التاريخ او الديت اللي اتحطت فيه الثيوري دي، انا ماليش دعوة بالديت، انا ليا دعوة الاكسبلوجن ده بيقول انه حصل امتى، هو ده النمبر اللي يهمني. 15,000 مليون years حصل الماسيف اكسبلوجن ده، وده خلى الكومبوننت الحاجات اللي كانت موجوده جوه البول دي سكاترد في السبيس، اتنطرت كده في السبيس واتفرقت، وبدات تكون لي بقى كل اللي هنتكلم فيه، بدات تعمل طبعا كونتينوس اكسبانج، واللي تشينج ده شغال من ساعتها لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. نتيجه الاكسبلوجن كل حاجه اتخلقت، الماتر الانرجي السبيس حتى التايم بدأ من ساعتها. ده شكل يحكي لك كده الموضوع بدأ ازاي، حصل الماسيف اكسبلوجن اللي هو البيج بانج اللي بنتكلم عليه، وبدأ اليونيفيرس كان صغنن بدأ يكبر يكبر يكبر. هنحكي الحدوتة دي بالتفصيل بس بعد ما نشوف ايه هو الديفينيشن بتاع البيج بانج. يعني ايه بيج بانج؟ ده ثيوري اللي عملت لنا اكسبلين للاوريجين اوف يونيفيرس من ماسيف اكسبلوجن. نعرف الكلام ده من امتى او الاكسبلوجن ده حصل من امتى؟ حصل من 15,000 مليون years. ايه الريزلت بتاعة الاكسبلوجن ده؟ كل الفورمز اوف ماتر والانرجي والتايم والسبيس بدأت تتكون، وبدأ يحصل الكونتينيوس اكسبانجن اللي كنا بنتكلم عنه، واللي تشينج ده مكمل معانا للحظة اللي احنا عايشين فيها. تعالوا بقى نشوف الستبس او بالراحة كده كل شوية حصل ايه التغيير اللي حصل من اول الماسيف اكسبلوجن ده لغاية اللحظة دي، اكيد مش كله ماشي بنفس الريت. تعالوا نفهم ونشوف الموضوع بدأ ازاي ومشي ازاي، يعني ايه هي الستيج اللي حصلت
من أول لحظة البيج بانج. أول حاجة وقت البيج بانج بالظبط قلنا إن الجازية سبور اللي كنا بادئين بيها، الكرة الصغننة دي اللي فيها جازس اكسبلود. طب وبعدين نتيجة طبعا الاكسبلوجن دي، الفيو مينتس اللي بعد الاكسبلوجن، كام دقيقة بعد الاكسبلوجن، التمبريتشر وصلت ل 10,000 مليون ديجري. انت متخيل بقى اكسبلوجن ده انفجار، يعني التمبريتشر فيه عالية قوي، مش الارقام الصغيرة اللي احنا بنتكلم بيها على الارض دي، لا ده الاكسبلوجن ده التمبريتشر وصلت بعده على طول 10,000 مليون ديجري، وبدأت تتكون اتوميك بارتيكل كلاود. كلاود كده كأنها سحابة من جازس، وهما الاتنين جازس دول مهمين قوي. السؤال ده اكتر حتة بتتكرر لنا في الكمبليت، التو جازس دول واحد اسمه هيدروجين وواحد اسمه هيليوم، والبرسنتج بتاعتهم 75 ل 24، يعني الهيدروجين هو اللي 75 والهيليوم هو اللي 25. ممكن يجيبها لنا بالريشيو، الريشيو ما بين الهيدروجين للهيليوم 3 to 1. فركز موضوع كله ايه؟ لعبة بالارقام. طيب وبعدين اهو شوية الجازز دي هي اللي هتعمل لك كل الجالاكسي وكل الستارز واليونيفيرس اللي حواليك. طيب وبعد كده، وبعدين عدى وقت كتير واحنا في نفس الحدوتة دي، ان انا عندي كلاود كده من الهيدروجين والهيليوم بالريشيو دي، بعد 1,000 مليون years، خلي بالك احنا بنتكلم في 15,000 مليون، بعد 1,000 بس من ال 15 دي، بدأت الماتر دي merged in a form of masses. يعني ايه؟ يعني بدل ما كانت بتبعترة كده بقت كون لي masses، ما بقتش cloud، ما بقتش زي السحابة كده، بقت شوية كتل كده جنب بعضيها. طب وبعدين بعد من 2,000 ل 3,000 مليون برضو، الجرافيتي بتاعت الماسز دي بدأت تقرب الماسز ببعضها، فبدأت تكون لي سبيسز فاضية في النص. يعني ايه؟ يعني بقى شوية ماسز شوية حاجات كده يتجمعوا جنب بعض ويسيبوا حتة فاضية، شوية تانيين ويتجمعوا جنب بعض ويسيبوا حتة فاضية، وهكذا. عملت لي شكل كده ancestral galaxies. يعني ايه؟ يعني شكل بدائي للجالاكسي، او شكل الجالاكسي القديم، يعني قبل ما الشكل يبقى موجود دلوقتي. يعني كل شويه ماسز اتجمعوا مع بعض وسابوا لي سبيسز ما بينهم وبين بعضهم. طيب وبعد 3000 مليون ييرز دي ايه اللي حصل؟ بدات الجالاكسي تتكون فعلا، بدات في جالاكسيز تبدا تظهر وتبقى حقيقي موجود. وبعدها ب 5000 مليون يير الجالاكسي بتاعتنا احنا تكونت. اصلا اكيد الجالاكسيز كلها ما اتخلقتش في نفس الوقت، في جالاكسيز بدأت من اول بعد ال 3000 مليون ييرز الاولانيين، واحنا بقى بعد ال 5000 مليون ييرز بدينا نتكون وناخد الفلات ديسك بتاعنا ده، او الشكل بتاعنا اللي هو الميلكي واي جالاكسي اللي شفناها في الفيديو اللي فات. طيب بعد ما عدت بقى 10,000 مليون يير الصن اتخلقت. احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان الصن دي من الريسنت ستار، دي كانت موجودة على الايج، فهي ستار جديدة مش قديمة. الصن بدأت تتكون وبعد كده الايرث وبقية البلانت بدأت تتخلق. طيب وبعد 12,000 مليون يير بدأت تظهر الحياة على الايرث، الديناصورات دي بقى والبروتوزوا والحاجات الصغننة، اليوني سيلولر ليفينج اورجانيزم والحواديت دي كلها بدأت تظهر على الايرث. طيب وبعد بقى ما خلصوا ال 15,000 مليون يير، اليونيفيرس بقى موجود بشكله الحالي اللي احنا شايفينه دلوقتي. تعالوا نشوف الفكرة بشكل تاني علشان تثبت اكتر في دماغنا. ادي حصل الماسيف الاكسبلوجن اللي اتكلمنا عنه، وبدأت زي ما قلنا التمبريتشر تزيد قوي لدرجة ان احنا وصلنا ل 10,000 مليون ديجري، وبدأ الجازس اللي قلنا عليهم الهيدروجين والهيليوم بالريشيو بتاعتهم 75 ل 25، او ممكن نقولها 3 to 1. وبعد كده بدأ يحصل ايه؟ بدأت اهي بدل ما كانت كلها سكاترد بدأت تكون شوية ماسس كده جنب بعض وتسيب حتة فاضية،
شوية ماسز جنب بعض وفي سبيسز فاضية. لو تبص هنا تلاقي مفيش سبيسز خالص. بعد كده في جالاكسيز فعلا بدأت تتكون وتاخد شكلها القديم زي ما اتفقنا، ومع الوقت بدأت الجالاكسي بتاعتنا احنا مثلا تتكون اهي، السبايرال أورمز بتاعتها باينة خالص اللي هي الميلكي واي جالاكسي، وجواها بدأت تبدأ تتكون الصن بتاعتنا، وبعدين تظهر اللايف واليونيفيرس بدأ يظهر بالشكل اللي موجود دلوقتي. او نحكيها بشكل تاني ونقول ادي البيج بانج حصل، كون لي شوية الجازس اللي بنحكي عنهم دول، وبعدين شوية الجازس دي بدأت تتجمع وتعمل لي ماسز واداني الشكل القديم للجالاكسيز، لغاية ما بدأت الجالاكسيز تظهر فعلا وتكونت الجالاكسي بتاعتنا. وبعد كده بدأت تتكون الصن بتاعتنا في ايج من الجالاكسي دي بعد 10,000 مليون years، وبعد كده ظهرت اللايف على الايرث بتاعتنا وبقى اليونيفيرس بالشكل اللي احنا بنشوفه بيه دلوقتي. دي هي الستيجز بتاعت البيج بانج ثيوري زي ما المفروض ندرسها. اتمنى تكون بقت اسهل. تعالوا نكمل كلامنا واطمنك بحاجة، الستيج دي مش هيجي يقولك احكي لي الستيج كلها. اكتر حدوتة بيجي يسألني عليها هنا اسامي التو جازز دي والريشيو بتاعتهم، ممكن يسألني على كذا تاريخ من هنا، يعني مثلا الصن بورن امتى، او الجالاكسي بتاعتنا بدأت تتكون امتى وهكذا. لكن ان هو يجي يقولك قولي الستيجز بتاعت الاوريجن بتاعت اليونيفيرس من ساعة ما حصل البيج بانج، لا ما تخافش مش هيجي يقول لنا الحدوتة دي. اتمنى الموضوع كده يبقى اسهل وابسط. ذاكروا كويس، والمرة الجاية بإذن الله نتكلم عن الثيوري بتاعة السولار سيستم بتاعنا إزاي اتخلق. أتمنى لكم كل التوفيق.